قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. في هذه الآية العظيمة موعظة لكل مؤمن، وفيها تحذير لكل من يقع في الذنوب والمعاصي من المؤمنين ومن غير المؤمنين. الواجب على غير المؤمن أن يؤمن ويعمل العمل الصالح، والواجب على المؤمن أن يحافظ على إيمانه وأن يجتهد في القيام بالعمل الصالح. قال تعالى: ووضع الكتاب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي الكتاب الذي كتبت فيه أعمال العبد. ووضع الكتاب أي يوم القيامة، فترى المجرمين مشفقين مما فيه، لأن هؤلاء لو لم يكونوا من المجرمين لما خافوا، لأن الله تعالى وعد بالأمن لمن كان مؤمنا مستقيما في هذه الحياة الدنيا. فقال سبحانه في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الزول المؤمن وإيمانه نظيف وإيمانه خالي من الشرك بالله تعالى، ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، كما في تفسير ابن كثير وكما عند ابن أبي حاتم وفي صحيح البخاري، أن هذه الآية لما أنزلت قال بعض الناس: ومن منا لم يظلم نفسه، وفي رواية: ومن منا لا يظلم نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تعنون، ولكن كما قال العبد الصالح يعني لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ده ظلم، وظلم عظيم. ورب العزة والجلال قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك، لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، لأنه فسرها بالآية الأخرى، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لكن قال لك المجرم بيكون خائف يوم القيامة، فترى المجرمين مشفقين مما فيه. وأعظم الإجرام الكفر والشرك بالله تعالى. مش أعظم إجرام إنك تبيع موبايلات تصغيرة للناس، إن هذه موبايلات سمحة وصلية وهي موبايلات ما كويسة، ولا الإجرام الأكبر إنك تسرق قروش الناس، ولا تبيع عرض لنفرين ثلاثة. واحد في سوبة قال لي: أمك باع الأرض لنفرين، قال ودوه للقاضي، القاضي عصره قال: لا زول أنت عندك كم واطن؟ قال: لدي واحد. طيب ده اشترى منك؟ قال: لا. طيب ده اشترى منك؟ قال: لا. طيب كيف الاثنين اشتروه؟ قال: لا ما بعت لي ده الطابق التحت وذاك الطابق الفوق. لازم أجارمه، في النهاية إجرام. لكن الإجرام الأعظم إنك تقع في الكفر والشرك. والدليل على الكلام ده قول الله تعالى في سورة الزخرف: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. قال صاحب كتاب فتح القدير وهو الشوكاني رحمه الله تعالى، قال في الجزء الثاني من فتح القدير:
قال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. قال هنا المقصود إن المشركين، إن الكافرين. قال والدليل آخر الآية في جهنم خالدون. قال ولا يخلد في النار إلا مشرك وكافر، فدل على أن المقصود بالمجرمين هنا هم الكافرون. فهذه مسألة تأخذها، أعظم الإجرام إنك تشرك بالله سبحانه وتعالى وتكفر بالله. زول يا جماعة الله خلقه وعارف إنه الله خلقه، بل الكافر يعرف إنه الله خلقه، مؤمن بالموضوع ده ما عنده فيه شك. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وبعد ده يعتقد إنه غير الله بيخلق. زول يعتقد إنه غير الله بيخلق، ده إجرام. يقول فلان بيدي الجنة، فلان أدى فلان جنة، وده من صفاته بيدي الناس دعاقر، بيقوم بيديها دعاقر، بيديها جنة زي ما بيجيبوها في أبيات الشعر والقصائد إلى آخره، قصائد الشركية. فده من الإجرام، لأن الله تعالى قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، مش بشر كامل، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. سورة الحج. وقال في سورة البقرة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، البخلق في الأرحام ده الله سبحانه وتعالى، والبدي الجنة الله وحده لا شريك له، وما بجوز ليزول امش لفلان يقول له وديني الجنة، ولا يقول شيخ فلان بالدين الجنة، ده كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا قال في سورة الواقعة أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. مش كلام واضح؟ وده ما يقول لك دي آيات في الأصنام، الآيات دي ما في الأصنام، لأنه قال أفرأيتم ما تمنون، في أصنام تمنون ولا دي البشر؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم، ده خطاب لأصنام ولا للبشر؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. لما نزول يعتقد يا جماعة مسألة تانية إنه غير الله بيعلم الغيب، أصله في غيب وفي شهادة، الشهادة ده الشيء المشاهد والشيء اللي بتسمعه والشيء اللي بتدركه الآن أنت بالسمع بالبصر إلى آخره، والغيب ما غاب عنك، ما غاب عن الحواس، والغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. تلقاه بصلي وبيصوم، وممكن جنيهين لو خليت له قروش باقي جنيهين في وشغال في السوق، ديلي حمنه النوم، لما بكره يجيك ويفتش لك ويديك لين تنفتح يقول لك والله حق الناس ده حصنه ما دارينه، وقايل نفسه كذي هو في قمة الورع ومحافظ على الصلاة، ويجي رمضان في السخانة صايم وعطشان، وعنده قريشات يمشي الحج وطوف، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، مش قال الكلمة دي؟ ويعتقد انه غير الله بيعلم الغيب، تروح منه ذهبات ولا قروش طوالي نجر لفلان يحوط لنا الرائحة ويجيب لنا الرائحة، وده مجرم وما عارف نفسه مجرم، لأن الله تعالى قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقال سبحانه ولله غيب السماوات والأرض في سورة النحل، وقال تعالى يوم يجمع الله الرسل في سورة المائدة فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ومناسبة التيمم في صحيح البخاري إنه في عقد سقط من عائشة رضي الله عنها غير حادثة الإفك، والعقد دم القول حد الصبح جاء وما في وضوء، ما في مية يتوضوا بها، فأنزل الله الآيات التي فيها التيمم،
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخره. وإذا كان عائشة رضي الله عنها لا تعلم الغيب ومن معها من الصحابة، فكيف يقال فلان يعلم الغيب، فلان بيجيب الرائحة، فلان ده بشوف حاجات الناس ما بتشوفها، وفلان ده كذا وفلان ده كذا. ويا أخي نبي الله إبراهيم عليه السلام ملائكة لما جو في شكل بشر ما عرفون ذي الملائكة. إبراهيم عليه السلام مش جاب له عجل قدموا لهم، وسليمان عليه السلام الهدهد يقول لا حط بما لم تحط به، وموسى عليه السلام الخضر يقول له عليه السلام وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. كذا تيجي تقول لي فلان بعرف الرائحة وبعرف الحاجات وده بيكشف في النفوس وده بيعمل وده بيعمل، ده كله من الإجرام. لما نزول يا جماعة في الصلاة يقول إياك نعبد وإياك نستعين، عاهد الله ده عهد. امرك برا يا عتر يقول يا فلان الحقنا، ده ما مجرم، خالف العهد ده نقضه. ما أنت في الصلاة قلت لي إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، بس تعتر في الجامع ذاته برا تستعين بغير الله يا فلان ويا علان، ده والله كله إجرام. وتلقى ضد الدين، زول تلقى ضد الدين في المساجد يكتب أوراق ممنوع الحديث إلا بإذن، ده مجرم وعادي دين الله وكيد لأهل التوحيد. قال تعالى في سورة الأنعام وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال تعالى في نفس السورة في سورة الأنعام وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. شكذا يا جماعة الزول العقيدة سيئة عقيدة منحرفة ده بعدين يوم القيامة بخاف بيرجف وبكون خايف، خايف من شنو؟ من الصحيفة دي من الكتاب ده، لا الكتاب فيه أي شيء. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أي شيء موجود في الكتاب. بل قال الله تعالى في سورة المجادلة يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. ذول يعمل الذنب وينسى والله أحصاه، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. وهنا قال ما قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الصغائر والكبائر، والكبيرة ما جاء فيها وعيد أو حد من الحدود، وعيد اللعن والنار وعذاب القبر وإلى آخره، أو فيها حد من الحدود في الدنيا من الكبائر، بل حتى الصغائر مكتوبة. قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. شكي ابن القيم رحمه الله تعالى في كما نقل ذلك عبد الرحمن ابن حسن في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قال العبادة مدارها على 15 قاعدة. العبادات دي على 15 جسم قاعدة، وعشان تفهم 15 سهلة جدا. في عبادات باللسان زي التسبيح، زي تبليغ الدعوة، زي تلاوة القرآن، وفي عبادات بالقلب زي التوكل والرغبة والرهبة، حسن الظن بالله تعالى إلى آخره، وفي عبادات بالجوارح زي الصلاة وهكذا. دي المش ثلاثة، لسان وقلب وشنو؟ جوارح. واللسان فيه 5 أحكام،
فيه حلال مباح، وفيه واجب، وفيه مستحب، وفيه محرم، وفيه مكروه. خمسة: حلال واجب أو مباح واجب ومحرم ومكروه ومستحب. خمسة في اللسان. حلال الزول يتكلم الشيء الحلال، وكونه يعتقد حل ما أحل الله بعبادة الاعتقاد ده، وحرام يتكلم الشيء الحرام، وكونه يعتقد حرمة الكلام المحرم ويجتنبه هذه عبادة. وهكذا قص: واجب يتكلم الشيء الواجب، زي تصلي مش واجب تقرأ الفاتحة جهريا كمثال الصلاة الجهرية. فاللسان فيه خمسة أنواع، والجوارح فيه خمسة، والقلب فيه خمسة أنواع، والجوارح فيها خمسة أنواع، فالمجموع خمس عشرة قاعدة. فإنت تراقب اللسان، تراقب الجوارح، تراقب القلب، لأنه قال لك الصغائر والكبائر مكتوبة، مش تقعد في المجالس تتونى ساي كلام ساي ترمي فيه، وبعدين بيسألوك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جوارح تحرك في المعاصي، الله بيسألك. وهكذا القلب: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يا جماعة الزول يتذكر إنه في صحائف وفي كتاب وفي موازين وفي سؤال، والزول ما يضيع نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال في ختامه: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. تقعد تحاسب نفسك وتتوب إلى الله تعالى، وأي تقصير فيك تحاول تتمه، وأي معصية من المعاصي تتوب إلى الله منها، وتتعلم العلم النافع، وتبلغ دعوة الله تعالى، وتتذكر الموت والآخرة، وتنشر التوحيد، وتنشر السنة، وتنشر الحق بين الناس. وبهذا يعني تكون النجاة بفضل الله وتوفيقه. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.